ذلك لا يزال هناك خطوة الكافية المبادرة الإلهية وتحمل حملة الكافية تحت شعار الفن في خدمة الإنسانية مختلف الزواج مؤمنا بأن الأطفال اللاجئين قادرين على وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان. وانتهز هذه المناسبة لأقول على أرض هذا الوطن المضياف برعاية سيد البلاد والوالد الروحي لأبنائنا إن السوري في المخيم هو إنسان مثلي ومثلك ويحتاج إلى غذاء صحي، أكل، يحتاج إلى دواء، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى غذاء فكري وحضاري. إحنا يجب أن لا ننسى أن سوريا كانت دائما منارة حضارية ومنارة ثقافية، وأبنائها في هذه المرحلة نحن نعمل على عدة جبهات لكي تستمر أثناء فترة اللجوء مسيرتهم وبنائهم ثقافيا وعلميا. في التزام كبير من وزارة التربية والتعليم مع اليونيسف الداعم لمبادرات وزارة التربية والتعليم ضمن حملة العودة إلى المدارس أو التعليم للجميع. فإحنا عم نشتغل وندعم وزارة التربية في المدن المضيفة وفي المخيمات حتى نرجع كل الطلاب إلى المدارس. هو السلام.